يحتفل الاوكرانيون اليوم بمرور واحد وثلاثين عاما على انفصالهم عن الاتحاد السوفيتي الذي هيمنت عليه روسيا في حين قالت موسكو ان التباطؤ ما وصفته بالحمله العسكريه في اوكرانيا متعمد ويوافق يوم الاستقلال الاوكراني مرور ست شهور على الحرب الروسيه في الرابع والعشرين من فبراير شباط وستتم باحتفالات محدوده النطاق تحت تهديد الهجوم من البر والجو والبحر وحضرت السلطات الاوكرانيه تجمعات العامه في العاصمه كييف كما فرضت حظر تجول في مدينه خاركيف الواقعه على خط المواجهه بشرق البلاد والتي تعرضت للقصف على مدى اشهر وفي استعراض للتحدي وضعت الحكومه الدبابات والعربات المدرعه الروسيه المحترقه وسط كييف كغنائم حرب، وقال الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم في خطاب للشعب بتلك المناسبة ان اوكرانيا ولدت من جديد مع الغزو الروسي وانها ستستعيد شبه جزيرة القرم والمناطق المحتلة في الشرق، وأضاف في الخطاب المسجل الذي يتزامن مع مرور ستة اشهر على الحرب ان اوكرانيا لم تعد ترى ان نهاية الحرب ستاتي عندما يحل السلام بل عندما تكون منتصره حقا وحذر من احتمال استفزازات روسيه بغيضه على حد وصفه اما الجيش الاوكراني فحث الناس على اخذ تحذيرات الغارات الجويه على محمل الجد